كشف التقرير ربع السنوي لهذا العام لرصد أداء قنوات الحكومة الإلكترونية، كشف عن تحقيق نمو ملحوظ واستثنائي في قيمة المدفوعات المالية الإلكترونية، حيث يأتي هذا الإنجاز بفضل إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة ووجود تطبيقات الهواتف الذكية التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء. ولتسليط الضوء على هذا الجانب، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساء الخير دكتور، وبعد التحية، ما هي قراءتكم للتحول الرقمي الذي قامت به الهيئة خلال الربع الأول من هذا العام؟ مساء الله بالخير، وفي البداية طبعا أشكر القائمين على تلفزيون البحرين على إعطائي الفرصة لعرض أهم مستجدات التحول الرقمي في مملكة البحرين. يعني لو نظرنا لنتائج أداء القنوات الإلكترونية فقط الربع الأول في هذا العام، أن نشوف أرقام تتكلم عن نفسها. يعني مثلا زيارات البوابة الوطنية بلغ أكثر من مليون زيارة شهريا، يعني بزيارة تصل إلى 83% عن العام الماضي، وأكثر من 100 مليون دينار المدفوعات المالية، و850 ألف معاملة مالية خلال 3 أشهر فقط. يعني جميع هذه الإحصائيات تعكس يعني جهود المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي، وكيف أنها تتلاقى مع توجهات وارتياح المواطن والمقيم في الاعتماد على الخدمات الحكومية في التعامل مع القطاع الحكومي. هذا من جانب. من جانب آخر، وطبعا جانب إيجابي في الحقيقة، يعكس ثقافة الجمهور في مملكة البحرين اللي طالب التوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية، وهذا طبعا ما نعمل عليه مع بقية الجهات الحكومية، أن نعمل على تطوير بقية الخدمات الإلكترونية المتوفرة. وجدير بالذكر يعني أن عدد الخدمات الحكومية حاليا وصلت إلى 530 خدمة إلكترونية متكاملة تقدم عبر 40 جهة حكومية. يعني في الحقيقة يعني خلال فترة جائحة كورونا عملت فرق الهيئة على بذل المزيد من الجهود الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية وتوفير إلكترونيا، مثل قطاعات رئيسية كقطاع الصحة وقطاع العدل والإسكان والعقار وبطاقات الهوية، ويعني في الحقيقة كافة القطاعات الأخرى. يعني هو ما أدى إلى خفض وقت إنجاز المعاملات الحكومية بصورة قياسية يعني وملحوظة، مثل ما ساهمنا جميعا بالحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الحكومية للجمهور دون قطاع، يعني بالرغم من ظروف جائحة كورونا. نعم دكتور زكريا، ماذا عن أبرز الخدمات التي سنشهدها قريبا وفي المستقبل؟ وأنا أحب أشير أن برنامج التحول الرقمي بحد ذاته ليس سهلا، هي عملية تطويرية مستمرة تهدف إلى استدامة العمل الحكومي من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث السياسات والقوانين، إعادة تهندسة العمليات الحكومية كذلك، وصولا إلى توفير خدمات حكومية يعني ذات جودة عالية تعمل على تسهيل حياة المواطن في التعامل مع الجهاز الحكومي. وعن خلال عام يعني 2021 هذا العام الربع الأول بشأن ما يقارب 23 خدمة حكومية إلكترونية جديدة شملت قطاعات مختلفة، منها طبعا من أبرزها 12 خدمة إلكترونية لوزارة الداخلية والإدارات التابعة لها، مثل خدمات شؤون الجنسية والجوازات للتأشيرات وتقديم وتحويل التأشيرات وقيادة الخدمات، كذلك الإدارة العامة للمرور في إعادة إصدار ملكية المركبات والتالفة، وكذلك إلى خدمات الإدارة العامة للحراسات، فضلا لذلك الى يعني خدمات بطاقات الهويه وخدمات العناوين وتجديد العنوان السكني وخدمات تابعه لوزاره العدل والشؤون الاسلاميه، كذلك خدمات طبعا مجموعه من الخدمات او حزمه من خدمات وزاره الاسكان كذلك لتقديم خدمات عن طريق بوابه الحكومه الالكترونيه، اضافه الى حزمه من خدمات سفن النزهه لقطاع المواصلات لتعمل تجديد تسجيل السفن والترخيص الملاحي لها، وخدمات لها علاقه بالقطاع العقاري مثل تدشين خدمة طلب الإصدار والتجديد الترخيص للمطور العقاري التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري. نعم الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.